ازيكم يا شباب، اهلا بيكم في حلقه جديده من جيمز تو ايجيبت. زي ما احنا عارفين ان كلنا في الغالب بنشوف شخصيات العاب نتعلق بيها جدا، عشان يا اما مثلا بتفكرنا بذكريات الطفوله اللي قضيناها واحنا بنلعب العابهم، او مثلا يكون الشخصيات دول نفسهم بيفكرونا بشخص محدد او فنان مثلا موجود في الحقيقه معروف. وده بالظبط عشان في سبب ورا حاجه زي كده، ان كل كاركتر او شخصيه تم تصميمها في الالعاب في الغالب بيبقى المصمم انسبايرد او ملهم بممثل او مثلا واحد سياسي او حتى شخصيه خياليه تانيه في الافلام. وعشان كده ده اللي هنتكلم عليه النهارده، اهم 7 شخصيات حبيناهم في الالعاب استوحوا من شخصيات حقيقيه سواء كشكل او موضوع او فكريا. يلا بينا نشوفهم مع بعض. ليتس جو. Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homie. Yeah, it's good to see you back. No homie love? No huh? Oh, for sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? اول اختيار معانا ورقم 7 حبيت بقى ابدا بيها الليسته دي لانها من لعبه كلنا متعلقين بيها وبنحبها، وهم شخصيات جي تي اي سان اندرياس، بالاخص رايدر. الجزء ده من افضل لو مش افضل جزء لناس كتير جدا في السلسله. مش بس بتتمتع بالعالم المفتوح بتاعها، دايما معروفه بالحريه المطلقه، تعمل اللي انت عايزه في عالم مليء بالجرائم والستيريوتايب والاسقاطات الاجتماعيه او السياسيه. زياده عن كده كمان السلسله دي بتبدا في حاجات ثانيه زي مثلا الاشخاص. في واحد بقى في جي تي اي سان اندرياس اسمه رايدر اللي كان من عصابة الجروف ستريت مع سي جي. النظارة اللي لابسها والشكل العام، تم اصلا الاعلان ان روكستر استوحوا تماما من الرابر العظيم ايزي اي. واضح ان التشابه واضح وصريح. والافضل بقى كمان لما تيجي تجيب تاريخ الرابر دوت، هتعرفوه ان ايزي اي كان في فرقة اسمها NWA، دي كان فيها برضو رابر مشهور اسمه ايس كيوب. ده بقى استوحوا منه برضو وعملوه شخصية سويت. ده برضو ان انتوا شايفين نفس الشكل ونفس تريم طريقة الكلام. فطبعا ده اكيد بالصدفة، حتى اي نعم يقال ان سي جي استوحوا شكله وهيئته من رابر اسمه يونج مايلي، بس انا بشوفه بصراحة ان هو اقرب كشكل من دكتور دري ايام شبابه، اللي هو برضو كان في فرقة NWA مع بقية الشباب التانية اللي قلنا عليها. روكستار عامت واجبها كويس، والالهام كان على فرقة مشهورة جدا في اول التسعينات بالذات، اللي اصلا يعتبر في نفس الوقت الثيم الاساسي اللي جي تي اي سان اندرياس اخدته. 126 Actual. Target is in the main house. You have execute authority. Bravo 6. Going dark. نخش على تاني اختيار معانا رقم 6. هو الأسطورة كابتن برايس من لعبة طبعا كول اوف ديوتي مودرن وورفير. نقدر نقول ان ناس كتير وانا واحد منهم بنعترف ان ثلاثية مودرن وورفير عامة افضل حاجة قدمتها كول اوف ديوتي في الحياة حرفيا، وده عشان حاجات كتير. من اول بقى مواضيع السياسية الحساسة اللي كانت بتخشها عامة، وما بتخافش تقدم شيء عنيف او دموي. غير كده كمان الاهم من دوت هو الشخصيات والابطال، كلنا حبيناهم وعشنا معاهم لحظات عظيمة. اللي كان بيقودهم كلهم هو الهيبة بنفسه كابتن برايس. المطور والديزاينر اعلنوا رسميا لما استوحوا تماما شخصيه حقيقيه، وهو قائد في القوات البريطانيه اسمه جون ماكاليز، اللي غير هيئته زي ما انتم شايفين بشنبه الكبير الهيبه اللي شايفينه قدامكم. لا كمان جون كان عنده في الحقيقه فرقه كامله اسمها بلو تيم، اللي برضو استوحوا الفكره واللي سموا بالفعل فرقه كابتن برايس ببرافو تيم، وكان برضو بيطلعوا في مهمات صعبه زي المهمه اللي اتشهر بيها جون في الحقيقه، وهي الخاصه بالسفاره الايرانيه. فايا بقى كانت الاجندات بتاعت الغرب ووضع خططهم عامه في العاب، الشخصيه دي عموما متاخده من البطولات اللي في نظرهم اللي قدمها جون ماكاليز. نخش بعد كده على الاختيار اللي بعديه ورقم 5. هو اختيار مختلف عن بقيه اللي معايا في الليسته، لانه شخصيه ايقونيه استوحوا منها اصلا كاركترز كتير جدا في الالعاب، وانا بتكلم عن بروس لي. العاب بقى كتير جدا اخدت شكله وطريقته زي تيكن وستريت فايتر وحتى بوكيمون. فنون القتاليه بتاعته تعتبر اسطوره، لدرجه ان حتى في عالم الافلام ممثلين اصلا انسبايرد بيه جدا، ودخل حتى في الالعاب. مبدئيا كده مارشال لو حبيبنا طبعا كلنا في سلسله تيكن، اللي كله كان بيتخانق عليه انا فاكر كويس، ويختاروا ايام تيكن 3 لو انتوا فاكرين عشان تقعد تسبام الدبل فليب. ده معمول اصلا هو يبقى زي بروس لي حتى بصوته. وعندك طبعا لو كانج اسطوره مورتال كومبات كده زمان، وقالوا ان هو فعلا واخدين معظم الحاجات من بروس لي. وعندك برضو
فاي لونج اللي هو يعني مش محتاج بمنظره. انتوا شايفين تحس ان هو بروس لي اساسا بس انيميتد، نفس التصميم والشكل وكل شيء وحتى ضرباته وحركاته المشهوره بالنانشاكو. وعندك اخيرا هيتمون لي من بوكيمون، وده دخلنا في شكل تاني خالص، سكه كرتونيه بعيد عن اي حاجه، بس نينتندو نفسهم قالوا لك ان بروس لي تاثيره كبير وحاولوا يفكروا بخيالهم ان هم يعملوا بوكيمون يدي نفس الطابع بتاعه اللي هو هيتمون لي. فبروس لي انسبايرد العاب كتير جدا. يجي بعد كده الاختيار اللي بعديه ورقم 4 معانا، هو الشخصيات الاساسيه من لعبه سونيك، سواء البطل نفسه سونيك او الفيلن الاساسي روبوتنيك او اللي بتسمى بدكتور ايجمان. رغم ان اللعبه دي ابعد البعد عن الواقعيه وبتتكلم عن انفود ازرق سريع جدا وبيحمي عامه العالم كله من عالم مجنون متهور عايز يسيطر عليه ويصنع الجنه او اليوتوبيا بتاعته، على قد ما الفكره دي بسيطه بس اللعبه اصبحت ايقونه اساسيه في عالم الالعاب. والمطور قال لنا ان الشخصيات معظمها مستوحاه من ناس حقيقيه، اولهم روبوتنيك ذات نفسه بشنبه ونضارته والبيجاما اللي بيلبسها. الديزاينر قال لك وصرح ان هو مستوحى تماما من رئيس امريكا ثيودور روزفلت، حتى بيقول ان هو اخذ بعض المواصفات في شخصيته. وجم بقى عند سونيك كانوا عايزين يعملوا كذا ميزه فيه، لان هم عايزين يخلوه شكله كول شويه ويبقى زي سوبر ستار في نفسه، فادوا له ديزاين الجزمه اللي تبقى شبيهه زي مايكل جاكسون بس ملونه، وكمان يخلوه يرقص ويعمل المون ووك المعروف بها مايكل جاكسون. فعلا الالهام كان قوي جدا في الحته دي. وكشخصيه كمان المطور قال لك ان هو عايز يبقى دايما يظهر ان هو يبقى صديق الكل ودايما تقدر تعتمد عليه، كان عايز يخليه زي بيل كلينتون الراجل روش رئيس امريكا القديم، بس طبعا ده وجهة نظر الديزاينر نفسه. فانا شايف برضو انها فيجرز غريبة ان هما يستوحوا منها، الا طبعا الليجند والاسطورة العظيمة مايكل جاكسون. ودلوقتي بقى زي ما احنا متعودين قبل ما نخش في التوب 3، حابب اجيب لكم 3 اشخاص honorable mentions برضو مستوحاة من شخصيات حقيقية. اول واحد هو بالروج البوكسر المعروف جدا من شخصية ستريت فايتر، حركاته وقوته وطريقته وشكله طبعا الواضح جدا انه متاخد مايك تايسون البوكسير الليجند. واللي يضحك في الموضوع اكتر ان اسم التاني البالروج في اللعبة هو مايك بايسون، لو انت غيرت حرف احنا كده خلاص ما خدناش بالنا. تاني شخصية في الانربل منشن هو عظمة تانية في عالم الالعاب الفايتنج، وهو جوني كيج. من منظره وهيئته اللي دايما توبلس المفروض تكون عرفتوا الشركة دي استوحت من مين بالظبط. ايوه جان كلود فان دام اللي كان كسر كل الايرادات في الافلام الاكشن في فترتها، غير ان هو كان مشهور بالسبليت بتاعته وضرباته اللي بتبقى من تحت، جوني كيتش برضه بيعملها. ثالث انربل منشن كان لازم اجيبه من لعبه كونترا، الشخصيتين البطل بيل ولانس. تم التاكيد ان هما مستوحين شكلهم وطريقتهم والعضلات والستايل التستروني بتاعهم من العظماء برضه في فترتها ارنولد شوارزنيجر وسيلفستر ستالون. مش غريبه ان معظم العاب الاكشن بالذات الفايتنج جيمز زمان كانوا دايما بيستوحوا من شخصيات ملوك الاكشن في الافلام. In the end, what separates a man from a slave? Money? Power? No. A man chooses. A slave obeys. وبكده نكون خلصنا الاربل منشنز معانا. نخش بقى على التوب 3، واول شخصيه رقم 3 هو الانتاجونست والفيلن الاساسي اندرو راين من لعبه بايو شوك. اللعبه دي ابهرتنا كلنا وكانت مفاجاه الحقيقه غير متوقعه، من تقديم قصه سوداويه جدا مليئه بالتويستات والاسقاطات السياسيه وافكار فانتازيا فعلا تحترم دماغ الجيمر. الفكره بقى ان يبقى في مهندس يحاول يبني مدينه كامله تحت المياه اللي هي رابتشر وتبقى زي جنه او يوتوبيا بتاعته، ويرتقي كده بتطور انسانيه، وكمان يبقى شكل بيزنس مان كده بالبدله بتاعته. المطور وصف ان هو الهم وانسباير تماما بيزنس مان معروف وحقيقي اسمه هوارد هيو. الشكل واضح هو برضه بايونير، كان طموحاته كبيره جدا للانسانيه. تم تطوير الترانسبورتيشن او المواصلات سواء جويه او بريه بشكل كبير جدا، نفس الكلام برضه هنا، فكره رابتشر وتطور رهيب بالجنه بتاعته بتعتمد على الحياه الرياديه والراسماليه، وخاصه بقى سواء اندرو او حتى الشخصيه الحقيقيه المأخوذ منها، الاثنين اتجننوا لاحقا في الهوس للتقدم بتاعهم بأهداف متشابهة جدا. ده يعرفك مدى الكواليتي اللي وصلت بيه عامة بايو شوك. نخش دلوقتي على طول على الاختيار اللي جاي معانا رقم 2، لعبة ماستر بيس وشخصية تحفة فنية. أنا بتكلم عن سنيك، سواء سوليد سنيك أو بيج بوس اللي شبه بعض من ميتل جير سوليد. دول من أكتر الشخصيات اللي بعشقها وبجد مؤثرين في عالم الجيمز عموما، وما أقدرش أوصفه أكتر من كده بعيدا إن لعبة زي ميتل جير سوليد رائدة، وهي من الآخر البابا بتاع كل ألعاب التسلل أو الإسبناج. لا غير كده كمان القصة وثبت الشخصيات نفسها كانت دايما أوفر ذا توب وفيها أفكار روعة ما تقدمتش بالشكل دوت في اي لعبه تانية، وده
بسبب شهرة ودهية هيديو كوجيما نفسه المطور الآلنة، وكان صريح ان اللعبة وبالذات شخصيته الاساسية سوليد سنيك مستوحاة من شخصية فيكشنال تانية واللي كان اسمه سنيك بليسكن اللي هو نفس الاسم تقريبا. ولا مش كده بس، دول اخدوا كمان شكل الاي باتش بتاعته وتصرفاته وهدوءه وذكائه في كل حاجة. والفيلم نفسه اللي عايز يعرف اسمه Escape from New York، لدرجة ان في ناس وفانز كتير قرروا يحطوا الموضوع دوت في صنف الريب اوف او متاخد تماما، وكان هيبقى فيه محاكمة كمان بس ما حصلش. ولما سألوا المخرج ايه انت ما حاكمتش هيديو كوجيما، قال لهم ان هو ليه علاقة كويسة جدا بالمخرج والموضوع عنده عادي. فالموضوع مريب شوية، بس بصراحة حتى لو الالهام بشكل واضح وصريح زي ما انتوا شايفين، سنيك طلع ماستر بيس بجد. في شغل اوريجينال اتعمل كبير جدا هنا، والريسبكت ويديله احلى تحية لحاجة زي كده بعيدا عن اي شكوك تانية. What more will you destroy? The hands of death could not defeat me. The sisters of fate could not hold me. And you will not see the end of this day. I will have my revenge. واخيرا دلوقتي وصلنا الرقم واحد معانا، واللي لازم كنت اختاره رقم واحد بمناسبة لعبة العظيمة جادو فور راجنرك، وهو كريتس. طبعا انا متأكد ناس كتير قوي هتستغرب ازاي اصلا يبقى في شخصية في الكون كله حتى لو مين يبقى عنده الهيبة والشخصية زي كريتس. انا شايف ان هو مفيش، لان كله ده اله الحرب اللي قتل بانثيون كامل حرفيا، وهم الالهة الاغريقية، لمجرد اخذ طاره وغضبه هو مفتاح اللي مش مخلي اي حد يعرف يقف قدامه. بس لما جم يتكلموا ويسألوا ديفيد المخرج القديم للسلسلة عايزين يعرفوا ايه الالهام وراء انهم يطلعوا كاركتر او شخصية ايقونية زي كريتس، قال لهم ان هم قعدوا فترة كبيرة جدا يدوروا لغاية ما قرروا ان هم ياخدوا شخصية دموية وعنيفة جدا في فيلم من الافلام، وهو ديريك من فيلم American History X اللي عامل طبعا دوره الممثل العظيم الاندرريتد ادوارد نورتون. مش السكسوكة بقى بتاعته او الجوتي اللي بيعملها الشخصية نفسها لغضبها الغير طبيعي وكرهها ضد اي حد كونه من النازية، عنده النرجسية حاجة عالية جدا وبيقتل بدون رحمة وبدون تفكير ومش بيندم على كده، وحتى لما تمسك من شرطة وانتو فاكرين كل حاجة فيه حرفيا عنيفة. الخيال كده اد نورتون هو الالهام الاساسي لكريتس اللي عمل برضو بالمناسبة هالك بعدين، لان دايما بعترف ان اقرب حاجة ممكن تقرنها بكريتس في مارفل. الفكرة عبقرية بصراحة، وطلعت شخصية عمرنا ما ننساها طول حياتنا وفعلا المفضلة عندي انا شخصيا. وبكده يا شباب اكون جبت لكم اكتر 7 شخصيات العاب مستوحاة من شخصيات حقيقية. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وتزوروا موقعنا الرسمي اللي هتلاقوه تحت في الوصف مع كل مواقع الاجتماعي الخاص بينا. يلا يا شباب، see you in the next video.